وينضم إلي مشاهدينا عبر الهاتف السيد هوادي الجزائري الناشط المدني من مدينة درنا. سيد الجزائري أهلا وسهلا بك. أهلا بك، مرحبا، تحياتي لكم. في البداية سيد الجزائري، كتعليق على القصف المصري الذي تعرضت له مدينة درنا، هل هو من باب العقاب وتهديد الأهالي بمصير ربما مشابه لما يحدث في بنغازي؟ سيد نستطيع أن نفصل الحالة ما بين الواقع الحالي بين مدينة بنغازي وما بين مدينة درنا. بالنسبة لمدينة بنغازي تختلف ظروفها ودوافعها، وأيضا مدينة درنا لها دوافع ولها أسبابها. ما حدث الحقيقة أثارت سخط الشعبي وسخط أهالي مدينة درنا واتيائهم لما قدمت عليه القوات المصرية لقصف مدينة درنا. ما هي الأسباب وأين الدوافع؟ وأين حرمة الدولة الليبية؟ وأين الموقف الرسمي من الدولة الليبية تجاه هذا الدولة المنتهكة حرمتها ومنتهكة حدودها؟ هل أصبحنا لقمة صائمة كان لمن كان أن يقوم لنسمح أهداف لقوات عسكرية سواء كانت عربية وأجنبية؟ وهذه ليست المرة الأولى، ولكن سيدي الفاضل نحمد الله أن ليست هناك خسائر هناك عباره عن وإن الأماكن التي تم سيد الجزائري، البرلمان قال بأن الضربة جاءت بتنسيق معه والرئاسي المقترح، استنكر عدم علمه بهذا القصف ولم يستنكر القصف. لو نظرنا من الناحية السياسية، أي اتفاقات ما بين الدول المحرمة تكون معلنة على العلن، ليست هناك اتفاقيات ما تحت الترابيزة. هذا خطأ وهذا جرم يجرمه القانون الدولي، هذا يعتبر يخالف القوانين الإنسانية والأعراف الدولية. ما تم به الاعتداء على درنا، لا أحد حتى وإن كان مجلس النواب ليس له مخول بأن يعطي الضوء الأخضر لقوات تقوم بالاعتداء على المدنيين العزل في مدينة درنا أو في غيرها. إذا كان نحن دولة ذات حرمة وذات سياسة، طيب، كياننا ولنا أصلنا ولنا أهدافنا، لأن ندافع عن دولتنا يجب علينا أن نكون واقعيين، سواء كان مجلس النواب أو المجلس الرئاسي. هذا الخطاب أو هذا البيان الذي خرج من المجلس الرئاسي هو بيان جاهز لا يداوي جراح مدينة درنا الذي تعرض للخطف أكثر من مرة، والتي تحت الآن تحت الحصار ولا يمنع عنها متطلبات الحياة اليومية والإنسانية. أنا من خلال المتابعة رأينا السيد سامح شكري وزير الخارجية يستدل بميثاق الأمم المتحدة من المادة 51 اللي هي الدفاع عن مصر. طيب يا أخي، هناك عدة مواضيع أخرى تم الاعتداء على حرمات الدول. هل أنت انتقائية؟ ليبيا أيضا تحت البند السابع سيد الجزائري. هذا لم يتدخل المجتمع الدولي لردع سلاح الطيران المصري ومن قبل الإماراتي. ألو، نعم، هل تسمعني؟ قلت لك بأن ليبيا تحت البند السابع، لماذا لا يتدخل المجتمع الدولي ويردع كلا من مصر والإمارات؟ يبدو أن فعلا أثرت نقطة حساسة من القرار 1973 أن الأمن القومي للدولة الليبية هي مسؤولية دولية، ولكن يبدو ان حتى المجتمع الدولي متخاذل. علينا ان لا نعود المجتمع الدولي، علينا ان نجمع صفوفنا وان نجلس في طاوله الحوار وان نجمع كل الليبيين وان نضع اسس للهيئه او اركان للمؤسسه العسكريه ونجمع شملها ونحدد من هو القوات المسلحه وفق القانون 40 لسنه 70 وتعديلاته لكي نخرج من هذا المأزق ونؤمن الدوله الليبيه. إذا لم تتخذ خطوة سنكون عرضا. طيب سيد جزاري، بالنسبة للرواية المصرية تحدثت عن أن من نفذوا هجوم المنيا جاءوا سيرا على الأقدام من مدينة درنا مسافة 1300 كيلومتر، بغض النظر عن موضوع أن درنا محاصرة وأن هناك حرس حدود وأن المنيا تقع في شرق مصر. يعني تقرير آخر سرب عن طريق بعض الشخصيات الموجودة في تيار الكرامة كان يتحدث عن أن هذه الأهداف تم تحديدها مسبقا وتم التجهيز لضرب درنا مع الجيش المصري وتم تنفيذ هجوم المنيا كذريعة لشن هذا الهجوم. ما تعليقك على مثل هذه التسريبات الخطيرة؟ نعم، فلنأخذ التقرير الأول.
مدينة، هذا يدل على إدالتها لأنفسهم، مدينة محاصرة منذ سنة. إذا كان البنزينة لا تدخل، حتى بنك البنزينة زي ما يقولوا بالعامية لا تدخل، فكيف ستدخل آلة عسكرية أو إمام نشأة بالأقدام آلاف الكيلومترات لتنفيذ هذه الأعمال التي ندينها ونعتبرها إجرامين؟ الاعتداء على الإسلامية إجرامي، يجرمه القانون وتحرمه الأديان السماوية. نرفض أي اعتداء حتى على أبناء الشعب المصري، نحن بأخلاقنا وأصلنا نعمل يا سيد الفاضل. نحن متعايشين مع أخواننا المصريين، وإذا هذه اللحظة متواجدين في مدينة درنة ولا يتعرض لهم أحد. هذا تقدير صراحة مضحك يعني، شيء يعني. أما التغيير الثاني الكرامة، أخي نحن أبناء منطقة واحدة وأبناء ويجمعنا دم واحد وأصول واحد. حتى المناطق المجاورة لدرنة من الضربة لدرنة، خاصة من قمنا في إيران المصري، يعني حتى في أنفسهم وعبروا عن ارتيائهم وعن شعورهم بأن هذا لم يجب أن لا يحدث، وإن خاصمنا وإن وصلت بنا إلى موصلة الأحداث، لكن لا يجب أن نعرض طرف للآخر أو ضمن أحد الأطراف لقصف مثل هذه الأعمال الغاشمة، الأعمال التي تعتبر انتهاك لسيادة الدولة الليبية وانتهاك لحرمة الدولة الليبية وانتهاك للدم الليبي. يعني بكل صراحة علينا مراجعة كافة القوانين وكافة الدساتير التي تجمع شمل وشتات الدولة الليبية، ويجب أن توحد الصفوف وأن نقطع الطريق على كل المغرضين والمتقدمين والمزمرين الذين صدعوا أذاننا ورؤوسنا بالسياسة وبالمغالطات. يجب على كل سياسة، هذه رسالة أخيرة اسمح لي في دقيقة واحدة، كل من يخرج على القنوات يجب ألا يؤجج الفتن وألا يسوق لها، وعليه أن يتكلم بمصداقية وبعقلية. نحن شعب واحد من مساعد إلى رأس الدين إلى آخر نقطة في الجنوب غاز، يجب علينا أن نجمع صفنا ونوحد صفنا بمناسبة هذا الشهر الكريم، ولا نسمح لأي دولة عربية أو أجنبية أو أي شيء أن تتدخل بيننا. وتحياتي لكم، إن شاء الله ربي يطابق الخير ويصلح الحال. طيب سيد قواري، سؤال آخر، وهو لماذا لا تكون هناك مبادرة وطنية؟ لا أتحدث عن الوجوه الموجودة حاليا على الساحة سواء كانت السياسية أو العسكرية، ولكن مبادرة ربما حتى من الشارع نفسه تتحدث عن لم الشمل وعن نسيان الخلافات، ربما إلى أن تقوم دولة وكل ذي حق يأخذ حقه. لماذا هذا الخطاب ربما غائب حتى في داخل الشارع الليبي؟ نعم سيدي الفاضل، اذا كان تزامن مشروع الذي اطلقه السيد السراج مع احترامي له وتقديري له، ان هناك مشروع المصالحه الوطنيه ويتزامن معها ضرب بالطيران والقصف، ولا زال عدم وجود قرار من السيد السراج يفيد بوقف اطلاق النار في كافه ربوع ليبيا، فكيف ستكون هناك مبادره وانت لا زال تستعمل العنف ولا تميل الى التهدئه ونقص العنف وقف إطلاق النار؟ يجب قبل أن تكون مبادرة، يجب من الجهات الرسمية الثلاث، إن كانت تحب ليبيا وقلبها على ليبيا، عليها أن تمثل المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والمؤتمر الوطني السابق الذي ما زال يعمل حتى إلى هذا الساعة، عليكم باتحاد قرار رباعي يجيب بإطلاق النار والاحتكام إلى الحكمة والعقل والبعد عن آليات الشارع واستعمال الأسلحة، فهذا لا يزيد إلا الشرخ والتصدع في المجتمع الليبي ولا يؤدي إلى نتائج سلبية. نحذر من أول هناك من الفتن، ونحذر من الانطلاق أي معركة في مدينة درنة أو ضواحيها ستأخذ الأخضر واليابس وتطال الجميع، سواء كان في ليبيا في أي منطقة من مناطق ليبيا. هذه الحروب مدمرة وفاصلتها ضائرة التكاليف وسندفع ثمنها جميعا. يجب أن نحتكم، ليبيا الآن تسلب هويتها، ليبيا الآن يريد توطين فيها أجانب، ليبيا الآن يريد أن يقوم فيها مدة للمهجرين ثم يأخذوا هوية ليبيا بمواطنة ويأخذ جنسية ليبية، ربما نصل إلى 20 أو 30 مليون، عندئذ لا عاد ينفع لا حضري ولا بدوي ولا شرقي ولا غربي ولا جنوب ولا غيرها، سنضع انفسنا في موقع ان سلبت هويتنا وسلبت دولتنا، على الجميع ان يعلم مبادره طيبه من اجل ذنب الشتات الدين.
نعم السيد هواد الجزائري، أتمنى أن يكون صوتك قد وصل إلى عموم الشارع الليبي وليس فقط إلى السياسيين الموجودين في الساحة النشط المدني مدينة درنة. شكرا جزيلا لك، وأسأل الله أن يلم شمل الليبيين في هذا الشهر الكريم.